وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نعمل حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون كيك الشوكولاته القابله للدهن، وتاني حاجه هنعملها هتكون مافن القرع. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الشوكولاته القابله للدهن. ومقادير الكيك: 2 كوب دقيق، 2 كوب سكر، 1 كوب كاكاو، 2 معلقه صغيره بيكنج سودا، 1 معلقه صغيره ملح، 3 بيضات، 1 كوب لبن رايب، 1 كوب زيت، 1.5 معلقه صغيره فانيليا، و1 كوب ميه مغليه. عندنا آيسينج الشوكولاتة القابلة للدهن هيكون عبارة عن 1.5 كوب زبدة، 2 كوب شوكولاتة قابلة للدهن، و6 كوب سكر بودرة. وبعدين هيكون عندنا جناش الشوكولاتة، 1 كوب شوكولاتة داكنة، و3 أرباع كوب كريمة. هنبتدي بالكيك. هنحط الزيت والسكر، هنضربهم مع بعض، وبعدين هنبتدي نحط البيض واحدة واحدة، وهنحط الفانيليا مع البيض، وهنجيب الكاكاو وهنقلبه مع المية السخنة. هنخلط المقادير الجافة اللي هي البيكنج سودا والملح مع الدقيق. نبتدي نضرب الزيت والسكر مع بعض. دلوقتي هنضيف الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح، وهنضيف الكاكاو اللي دوبناه مع الميه السخنه، وكمان هنضيف اللبن الرايب. وهنقلبهم مع بعض لحد ما يختلطوا. مش عايزين نقلبهم كتير، مجرد بس لحد ما يختلطوا. هنقسم الكيك
على 3 صواني. بس قبل ما نقسمه هنقلب. علشان نتأكد ان مفيش حاجة لازقة في القعر. وبعدين نبتدي نقسم الخليط على 3 صواني. لو عايزينهم يطلعوا بالظبط بالظبط قد بعض يبقى لازم هنوزن الخليط ونقسمه على 3 بالوزن. ودلوقتي هندخلهم الفرن على درجة حرارة 160 وهيقعدوا حوالي 30 إلى 35 دقيقة في الفرن. نعمل الجناش. هنحط الكريمة. على النار هنسيبها لحد ما تغلي وبعد كده هنحط الشوكولاتة اللي احنا مقطعينها قطع صغيرة مع الكريمة. بس طبعا بعد ما تغلي بنشيلها من على النار وهنسيبها لحد ما تسيح مع الكريمة ويبقى كده احنا جهزنا الجناش. ممكن نسيب الكريمة على النار لحد ما تغلي وفي الوقت ده نبتدي نجهز الفروستينج. هنحط الزبدة في العجينة وهنضربها شوية الأول. عشان نخليها خفيفة وهشة وبعد كده هنزود السكر وبعد كده هنزود كمان الشوكولاتة. أنا أسفة، بعد كده هنزود الشوكولاتة ونضربها مع الزبدة وبعد كده هنزود السكر. دلوقتي هنحط الشوكولاتة القابلة للده. نضربها مع الزبدة. ودلوقتي هنزود السكر. نحط شوية الأول ونشوف ونضربه ونشوف هنحتاج قد إيه كمان. ممكن ياخد شوية سكر كمان.
اوكي كده عندنا ال باتر كريم جاهز. اقلب بس عشان اتاكد ان كله اختلط مع بعضه، ان في جزء تحت لسه ما اختلطش، فاقلبه اضربه مره كمان ويبقى كده خلاص الباتر كريم جاهز. نشوف الجناش. وهناخدها نشيلها من على النار ونحط عليها الشوكولاتة ونقلبها لحد ما تسيح ويبقى كده الجناش اللي عندنا جاهز. ده بيبقى شكل الكيك بعد ما تتخبز. وعندنا جناش محضرينه من الأول علشان ما يبقاش سخن قوي ونعرف نستعمله على الكيك. وبعدين نحط جناش في النص. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك الشوكولاتة القابلة للدهن، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل الحلقة مع بعض. أهلاً وسهلاً بيكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كب كيك القرع أو مافن القرع. مقادير المافن: 1 3/4 كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج سودا،
نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة جوز الطيب، ثمن معلقة صغيرة قرنفل، تلت كوب زيت زيتون، نص كوب سكر بني، واحد بيضة، واحد معلقة صغيرة فانيليا، تلات أرباع كوب قرع بيوريه، نص كوب لبن رايب. وبعدين هيكون عندنا نص كوب زبدة ساعة، واحد كوب سكر، واتنين معلقة كبيرة قرفة علشان نحطهم فوق الوش. هنبتدي بان احنا هنحط الزيت والسكر وهنضربهم مع بعض، وبعد كده هنحط عليهم البيضة. هنحط كل المنكهات والبيكنج صودا والملح على الدقيق وهنقلبهم مع بعض، ويبقى فاضل لنا اللبن الرايب والقرع البيوريه بعد كده نضيفه على الخليط، والفانيليا ممكن نحطها مع البيضة. نبتدي نضرب السكر والزيت. ودلوقتي هنضيف الدقيق مع بقية المنكهات والبيكنج صودا والملح، وهنضيف البيوريه بتاع القرع، وهنضيف اللبن الرايب. ونبتدي نخلطهم مع بعض. كده خليط المافنز جاهز، هنبتدي ناخده ونقسمه على صينية المافنز، أو لو عندنا الكابس بتاعت المافنز. وبعدين هنجيب
السكر والزبدة والقرفة اللي هنحطهم فوق الوش، وهنخلطهم مع بعض نعمل منهم ملمس رملي، وبعد كده هنحطهم فوق خليط المافنز. نحاول نخلي الزبدة تبقى صغيرة خالص بس من غير ما نعجنها، يعني احنا مش عايزين الخليط في الاخر يبقى زي العجين، احنا عايزينه يبقى زي الرملة. اوكي، وبعدين هنبتدي ناخد شوية من ده ونحطهم على كل مافن. ناخد شوية هندخل المافنز الفرن على درجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن حوالي 25 دقيقة. وده بيبقى شكل المافنز لما بتطلع من الفرن، ويا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.